أهلا بيكم يا سنة خمسة، يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة بعنوان الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية يا ولاد دخلت مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. تعالوا مع بعض نتعرف على أحوال الخلافة العباسية وأحوال مصر، وإزاي المعز لدين الله الفاطمي قدر إن هو يدخل مصر. لو جينا نتكلم على الخلافة العباسية هنلاقي إن هي كانت في أواخر عهدها مليانة بالضعف والفوضى. في الوقت اللي هي كانت ضعيفة فيه ظهرت خلافة تانية اللي هي الخلافة الفاطمية، وكانت قوية جدا. الخلافة الفاطمية كان ليها طموح في إن هي تسيطر على العالم الإسلامي كله. لو جينا نتكلم على أحوال مصر هنلاقي إن مصر في الوقت ده كانت تحت حكم الإخشيديين، وكانت مليانة بالضعف والفوضى برضه. ودي كانت فرصة كبيرة جدا للمعز لدين الله الفاطمي ان هو يكون جيش بقيادة شخصية اسمها جوهر الصقلي، ويروح عشان خاطر يسيطر على مصر. بالفعل قدر جوهر الصقلي يدخل مصر دون مقاومة، وده دليل على الضعف اللي كان موجود في مصر في الوقت ده. والجزئية دي تجي لي سؤال، بما تفسر نجاح جوهر الصقلي في الدخول إلى مصر دون مقاومة؟ هقول له بسبب الضعف والفوضى الذين كانوا في مصر في أواخر حكم الإخشيديين. طب تعالوا مع بعض نتعرف على أهم أعمال المعز لدين الله في مصر. أول حاجة يا ولاد لازم تعرفوها إن المعز لدين الله كان موجود في المغرب، وإن اللي فتح مصر هو جوهر الصقلي. فأمر جوهر الصقلي إن هو يبني له مدينة خاصة بيه اللي هي مدينة القاهرة. وأول ما تجهز مدينة القاهرة هينقل الخلافة من المغرب ينقلها للقاهرة. يبقى أول حاجة أمره إن هو ينشأ مدينة لتكون عاصمة ليه، المدينة دي اسمها مدينة القاهرة. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 358 هجريا 969 ميلاديا. ساعات يجي لي سؤال، بما تفسر رغبة المعز لدين الله بإنشاء مدينة القاهرة؟ ليه؟ هنقول لتكون مقرا للخلافة الفاطمية. تاني حاجة يا ولاد، عمل للقاهرة سور كبير جدا. طب ليه عمل لها السور الكبير ده؟ علشان يقدر ان هو يدافع عنها ويحميها. طيب السور ده يا ولاد عمل له ايه؟ عمل له 8 ابواب. اشهر باب فيهم كان اسمه باب زويلة. يبقى اول حاجة بنى مدينة القاهرة عشان تكون عاصمة ليه، عاصمة للخلافة. تاني حاجة عمل لها سور كبير. تالت حاجة عمل لمدينة القاهرة 8 أبواب، وأشهر باب فيهم هو باب زويلة. كمان يا ولاد عمل أمر ببناء الجامع الأزهر، والجامع الأزهر ده لو هنتكلم على أهميته هنقول إن أهميته لازالت موجودة حتى الآن، فهو بمثابة جامعة إسلامية كل طلاب العلم من جميع العالم وجميع الدول الإسلامية بيجوا ليه حتى الآن طلبا للعلم. ما يجي يسألني عن أهمية الجامع الأزهر هقول له إن هو جامعة إسلامية يأتي إليها طلاب العلم من جميع الأقطار الإسلامية طلبا للعلم. تاني حاجة يا ولاد، خلاص هو كده أسس القاهرة وعمل التحصينات اللازمة ليها. يبقى رقم ثلاثة عمل إيه؟ هينقل الخلافة الفاطمية من المغرب ويوديها لمصر، تحديدا القاهرة، جعلها عاصمة للخلافة الفاطمية. وبكده هو كان أول الخلفاء الفاطميين اللي دخلوا مصر. رقم أربعة يا ولاد، خلاص هو دخل مصر ابتدى يتجه إلى بلاد الشام والحجاز وضمهم لحكمه، وبكده أصبحت الدولة بتاعته تمتد الامتداد ده كله من سواحل المحيط الأطلنطي حتى بلاد الشام وبلاد الحجاز. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 361 هجريا 972 ميلاديا. كمان يا ولاد، هو زي ما اهتم بالتوسعات دي، حاجة من الحاجات اللي اهتم بيها برضو هو إنشاء أسطول عظيم. أسطول يا ولاد يعني سفن حربية. والأسطول اللي عمله كان يتفوق على الأسطول، أعظم أسطول موجود في الوقت ده اللي هو أسطول الدولة البيزنطية. يبقى أنشأ أسطولا عظيما تفوق فيه على الدولة البيزنطية. في شوية معلومات كده مرتبطة بدرسنا النهاردة، إن الفانوس اللي إحنا بنجيبه على طول في رمضان في أيامنا الحالية مرتبط بزمن الفاطميين. كمان يا أولاد
إن الفاطميين احتفلوا بالعديد من المناسبات زي المولد النبوي. ومن أشهر العادات اللي كانوا بيعملوها في المولد النبوي إن هم يتبادلوا الحلوى، وكمان عروسة المولد والحصان كانت من زمن الفاطميين. كمان الفاطميين كانوا بيهتموا بالأعياد المسيحية، من أهم الأعياد المسيحية اللي كانوا بيعملوا ليها مظاهر للاحتفال عيد اسمه عيد النيروز. وعيد النيروز ده يا ولاد هو عيد أول السنة القبطية. يبقى الفانوس والمولد النبوي بالهدايا اللي فيه بعروسة المولد بالحصان، ده كله بيرجع لزمن الفاطميين. كمان الفاطميين اهتموا بالأعياد المسيحية زي عيد النيروز، ولازم نعرف إن عيد النيروز ده هو أول السنة القبطية. بكده يا أولاد نكون خلصنا درسنا النهاردة. ذاكروا كويس، وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية في صلاح الدين الأيوبي.